والله احنا نطالب بإعادة تأهيل هاي المشفى، مشفى كسرى الكبير، لأن تخدم احتياجات المواطنين بشكل كبير، لأن عندنا مشافي كسرى هاي صغيرة حجم وصغير كادر طبي قليل لا يلبي احتياجات الأرياف الحواليها، مثلا من الأحصاء للكبر مع عدد سكان كبير لا ما يلبي هالمناطق هاي كلياتها. احنا نطالب الجهات المعنية بإعادة تأهيل مشفى الكسرى الكبير، لأنها مشفى كبيرة وعلى مستوى كبير على مستوى القطر، يعني هي أكبر مشفى بمحافظة دير الزور، ونتطالب بإعادة تجهيزاتها الطبية كامل وكادرها الطبي كامل، ونريد تجهيزها بأسرع وقت لأنها تلبي احتياجات المواطنين بشكل عام. يعني تردد عليها المشفى قديما، إذا تجهزت حاليا كل المناطق من الحصان إلى الكبر، يعني شي 10-15 قرية تردد على هذا المشفى. موجود مشفى الكسرة ولكن مشفى صغير لا تكتفي العدد لا كافي للمشافي وتحويل على الرقة أو الحسكة. احنا نطالب كأهالي محافظة دير الزور من خط المنطقة هاي، يعني إعادة تأهيل المشفى بأسرع وقت وتجهيزه ككادر طبي كامل وتجهيزات طبية حديثة إذا تيسر الأمر مثل ما يقول، لأنه تخفف عبء على المواطنين بشكل كبير من ناحية المواصلات، من ناحية الطب وغيره. ويوجد مشافي خاصة استطاع الأهالي ليس لديها استطاعة بموضوع كل موضوع يفوتون عليه على المشفى الخاص، لأنه تكلفة باهظة حيل على المواطنين. نتمنى أن يكون إعادة تأهيل المشفى بأسرع وقت، بأسرع وقت مثل ما يقول كي تلبي احتياجات المواطنين بشكل عام. مريم العوض رئاسة مشتركة للجنة الصحة بمجلس دير الزور المدني من أجل الازدهار بواقع القطاع الصحي في دير الزور. تم وضع إعادة تأهيل مشفى الكسرة من ضمن الخطط والأولويات للازدهار بعمل القطاع الصحي، فكانت من ضمن مشاريع الاستثمارية لعام 2022 هي إعادة تأهيل مشفى الكسرة. طبعا الكلفة التقديرية للمشفى الكسرة كانت 463,000 دولار. نسبة الإنجاز الأعمال لحد الآن العمالة المنفذة في المشفى هي 70%. تم الانتهاء من الأعمال الإسمنتية وصباطون بشكل كامل، أيضا تم الانتهاء من أعمال المنجور الخشبي والانتهاء من سواد الأعمال الصحية والأعمال الكهربائية لحد الآن. طبعا تكمن أهمية مشفى الكسرة لكونها المشفى الوحيدة في الخط الغربي من المعامل حتى الجزرات، أيضا تغطي مساحة 400,000 نسمة، تغطي مساحة الكثافة السكانية. توجد فيها قاعتين عمليات، توجد فيها قسم إسعاف، أيضا قسم غسيل كلى، بالأضافة للأقسام الثانية.